بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين آمين آمين. إخوة الإيمان، اسمحوا لي قبل أن أدلف في موضوع اليوم أن أنبه تنبيها سبق وأن أشرت إليه مرارا وتكرارا، وما دام أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإنه لا بد من أن أصحح هذا الخطأ وأعيد تصحيحه. قلت في سالف الأمر في خطب قد مضت، اتصم وانشق ورق، أن الإنسان إذ غيذفن غى المسجد أذيك تحية المسجد، أما أنه ماذي شيع يعني غذي كبار شذي قيم، هذا ليس من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في شيء، خصوصا خمتر الخطبة عدوى ذي خمتر الخطبة بذا خلاف بين المالكية وغير المالكية، إلا أن الراجح من مذهب الإمام مالك أنه تصلى تحية المسجد، وإن كان المشهور خلاف ذلك، ويقدم الراجح على المشهور من المذهب كما نص على ذلك الإمام مالك والأئمة الأعلام من علماء المذهب. فجزاكم الله خير، الإنسان يتغير في المسجد لا غادي يدخل المسجد يدير تحية المسجد، أما أنه يشير ولا يكبر ويجلس فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، تيلا كبرتي مرة تكبر صفي وكمل، أما تكبر تقضى الصلاة فرب سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. فجزاكم الله خير، الإنسان إذا دخل ووجد مكانا يفهمني غير تحية المسجد وذي نبور حسران وذي نبور ضيق بحيث أنه يتوى الزيارة تصل آخره، هذه تحية المسجد ثم ذي قيم، أما ما يفر حسران والغسل لما نغيج مع خمسة ذي قيم، فيجلس إن شاء الله تعالى عملا بقول الفقهاء والقاعدة الفقهية القائلة لا واجب مع العجز. فأسأل الله عز وجل أن يوفقهنا في ديننا وأن يلهمنا مرشد أمورنا، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، منذ ثلاث جمع وأنا أتحدث عن السحر والشعوذة، واسمحوا لي أن أختم هذه المجموعة من الخطب عن السحر برسالة أرى أنها لا بد منها. تكلمت في الجمعة الماضية عن خطر السحر وأنواعه، وتكلمت في الجمعة الثانية عن كيفية الوقاية من السحر، وتكلمت في الجمعة الماضية عن علاج السحر بعيدا عما يفعله السحرة والمشعوذون، وبعيدا عن طريق الشرك والكفر، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا منهما، اللهم آمين، وأن يحفظنا في عقيدتنا، اللهم آمين. اليوم أيها الأحبة في الله، رأيت أنه لا بد من توجيه رسالة، رأيت أنه من الضروري أن أوجه رسالة، رأيت أنه ليس من المغتفر
لي وللدعاة أمثالي نحسب أنفسنا كذلك ولا نزكي أنفسنا على الله أن نغفل هذا الجانب في هذه المنطقة التي تحدثت عنها من السحر والشعوذة. أحبة الكرام، هذه الرسالة التي أرى من وجهة نظر المتواضعة أنها لا بد وأن أتكلم فيها وأن أوجهها، هي رسالة إلى كل من سحر مسلما، رسالة يمر ويروحني قصحة شنجل، رسالة يمر يثني قصحة شنجتن، رسالة يمر يثني يوين شنجتن غسنجني قصحة صحوة، رسالة يمر شنجني السيدة بريد شنجن غشن الساحل، رسالة إلى كل من سحر مسلما، رسالة أوجهها إلى كل من أعان على سحر، رسالة أوجهها إلى كل من كان سببا في إيذاء المسلمين بالسحر والشعوذة، رسالة أوجهها إلى كل ساحر ومشعوذ، رسالة أوجهها إلى كل من خرب البيوت بسحره، رسالة أوجهها إلى كل من دمر الشباب بسحره، رسالة أوجهها إلى كل من كان سببا في عروسة بناتنا بسحره، رسالة أوجهها إلى كل من كان سببا في دمار وتخريب بيوت المسلمين بسحره. نعم أيها الأحبة في الله، أسلفت أنه كم من بيت قد خرب بسبب السحرة والمشعوذين، وكم من فتاة بلغت سن اليأس ولم تتزوج بسبب السحرة والمشعوذين، وكم من رجل وكم من شاب عاقل يزن عقله بلده اختل عقله بسبب السحرة والمشعوذين. هذا كله ظاهر عيانا جهار النهار، واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. الأحبة الكرام، أتكلم مع كل من سحر مسلما، سورك الكوريجن نغل كوريشتن سروح قسن السحر شنجن نغشنجتن سجسن السحر شنجتن نغني نغشنجن يقس السحر شنجن. أقول له، أقول لكل من سحر مسلما، هل أنت راض عن حالك هذا؟ بالله عليك، ما يعجبش الحال يخفنش، ما يعجبه من حال يخفنم، أنه الدار تمسلمن، أنه الزجد حنجان واستشحاوة مريش، أنه الزجد حنجان واستشحاوة مريش، ما يعجبش يخفنش، أنه جلس وني بشوية تكبو التجارة لأن حصلت يتب التجارة وفقص الله تعالى. هل أنت راض عن حالك هذا؟ هل أنت مستعد للوقوف بين يدي الملك جل في علاه يوم القيامة وقد دمرت أناسا وأتعست آخرين وكنت سببا في شقاء مسلم من المسلمين؟ بالله عليك أسألك وأسأل كل من يبلغها هذا الكلام ممن كان سببا في سحر كل مسلم، تقصر بالله عليك ما غاك شو غنبو بزيادة إغن مرحنك سيدة أبي، ما غاك شو غنبو بغام شو غنبو إزيادة مرحنك سيدة أبي، شمتو غش من السبب نشكتو غش كل السبب أنه فغض خبنا ذي الخدمة النز، أنه فغض خبنا ذي صحة النز، أنه فغض خبنا ذي عقر النز، أنه فغض خبنا ذي قوى النز يقيمة سياية قرى النز من المدس أننا ذي راح ذي راح. بل أكثر من ذلك، هل أنت راض عن الله عن نفسك يوم يسألك الله عز وجل ما هذا الخي خنش خمش غي سقصار بسبحانه وتعالى شكيت غد سبب إن يمير وحواني تغو قزان، شكيت غد سبب إن يمير وحواني تيقشر، شمت غد سبب إن يمير وحواني تغو المشعوير، شمت سبب مرواج شمين تغو تحشر المشرك الكافر يروات تحبو غي إنها صغيح الشن يروات تحبو غي إنها تغيو إنتين عاشر. هل أنت راض عن نفسك؟ هل أنت راضية عن حالك؟ هل لك وجه تلقين به الله عز وجل؟ أقول لك يا من سحرت مسلما، قاغش يكون الجن ويكون الشتن يجس سحري شن الجن نرتو غد السبب نغيوية غو صحا نغي السنة بريد صحا نغ يعاون غو السحر. أقول لك
كيف حالك يوم قدومك على الله عز وجل؟ كيف حالك يوم قدومك على الله عز وجل؟ يوم الزلزلة، يوم الزلزلة، ما تستنبي إلا من يجنها أنا ومكها أكذا ربي سبحانه وتعالى، ما تستنبي إلا من يجنها يا بدت بدل جاي بس ربي سبحانه وتعالى مثار الدحوة إن لا بد والنوم يثقل سحرني، نت النوم يثقل سحرني، والله ما زيك يا أخو يوم القيامة ما تغيرش تسلك، ما تغيرش تسلك الدنيا، ما تغير تسلك الدنيا، تسلك يوم القيامة. هل علمت أنك لن تنجو بفعلتك ومصيبتك؟ ما تغدو لو نست جوان هنا ليعلموا أن هناك يوما سماه الله عز وجل بيوم الزلزلة. قال الملك جل في علاه: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والله إنه شيء عظيم ويوم عظيم. والله ما زما بس يوني كسين فوتون تني روح يويتي وني، يوني كسين فوتون وني روح يويتي وني، يوني كسين رافع تني نخوني يويتي مش عويد، يوني كسين رم داخلي يويتي فران، يوني روشني فران، يوني بخاني فرانا، يهني بخاني فران فرانا، يهني الدين والدين والدين. ما تسمي الا نهاني ديشن النهار عظيم وغيتي تنفكي حد يجن النهار الانبياء المرسلون قال خيخ بنسم اللهم سلم سلم الانبياء المرسلون تبقى خيخ بنسم زين هاني شموا التاري المرحبا شكوى التاري المرحبا وشوى السيور المخين لغاية الحبر وانما اتكلموا بغسلهم شكل الشم لانه لعل سرار بني السيور هذا هذا السيور الخطابة هذا السيور الكلام يشن الجن هذا يريد سبب هذا يدور الله تعالى هذا يحذر من البيع هذا يقع من يشارك هذا يبنى من يهدم. قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من يتوقع نسي ربي ذنهاني؟ من يتوقع نسحسي يوني كنش السحر سحسي يهني روح الغشر بزر غشر صحا سحس من يتوقع يوم ترونها حمد الزام يوم القيامة حمد الزام يوم القيامة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يجري الدنيا وجو يسعي الزنح إن شاء الله نشتي الماس خصوصا رحمتي لي نسيمي علي تطق الماس يوم القيامة ليش تسمح وخرم الزيان وخيت التضعات وخين كعد قماس أليش تسمح من هول ما ترى من هول ما تشاهده أمامها من هول ما تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها زيد سي ربي وترى الناس سكارى وما هم بسكارى هذا اشتغري وذن الشان سوي الشرم يعني والشان شاء يمثني يغين سي ربي مثني يغين جرك عمو ولكن عذاب الله شديد من غفق يوم القيامة نهاني ذي تغيس ربي سبحانه وتعالى غضب غضبا أمن إن النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب غضبة قبلها ولن يغضب غضبة مثلها بعدها من غفن يوم القيامة من غزار جهنم لها 70,000 زمام كل زمام جارت زي 70,000 ملك لها زفير جهنم تسغي زر حرارة نصغي ربي. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها قالت يا ربي اكل بعضي بعضا يا ربي هل ينسين الشغيوية جهنم تسغي الزخنس اشم يهني جنس يحدوني جنس يحديت اي خلقا من غفن ربي يوم القيامة اسمع الى ربك وهو يقول لك فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا ما مش غفقر يوم القيامة اكل سير ربي ما مش غفقر اكلوني ومهجد السحر ما مش غفقر اكلوني ومهجد السحر ما مش تصغر اكل خميد غاية سلسين سير ربي سيزي سرحقينو خميد غاية سلسين سير ربي ليعيد الحياتينو خميد غاية سلسين سير ربي الجيار عسنا وامريسر
من إصغره للخنيد رجستيني راسي ربيع يا الجير عشينو في ويا إياياز سبح خفيفة ورينو الصفغة يخبى مذيما الصفغة يخبى مذيما من غفين ذرب يوم القيامة من غفين ذن هني إذ إن ربي سبحانه وتعالى يجعل الولدان شيبة يحن جاندي مزيانا أسجفن سندبار الشام شوف دبار سام نهاني غبي شاب نهاني غبي شاب وتيكسان أبي شاب وشوف مسلم جاندي مزيانا ما يمع لأن الأمر عظيم لأن العون شديد لأن المرأة لا ينجو في هذا المكان إلا برحمة الله عز وجل أيها الأحبة في الله يا من سحر كل مسلم يا من سحر مسلمة اسمع إلى الملك جل في علاه وهو يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سحس مليح صور نشو الجسم الجن سحس مليح صور نمو الجسم الجن سحس سيضاب من إقاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اقرأ نفسي ربي اتقوا الله بعد في المعاصي بعد في الفجور بعد في من سخية نفسي ربي زيد ولتنظر نفس ما قدمت لغد خزاه من تسوج دمي في وشة من يعني في وشة في وشة الأخيرة في وشة يوم القيامة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا زال ربكم يقرب لكم في الآخرة حتى جعلها كغد يجتم في وشة وفعلا في وشة والسمر مغمثة والسمر مغمثة والسمر مغير حق ملك الموت ولتنظر نفس ما قدمت لغد خزا من سوجد خزا من زغل حق الغسي ربي خزا من اسغل ان الاسي ربي اجي غصحه لانه فقت ومي اجي غصحه راسي ربي لانه ويوجد يوي شخيك خاص اجي غصحه جي خواي مريج اجي غصحه لانه يخدم كتار الزي شو عصبه يخدم كتار الزي اجي غصحه باش هذا سوي طموع اجي غصحه اجي غصحه ليقمهم باش واحد السيور انه باش واحد السيور اجي غصحه روايز باش نحكي مع الدبار بها الدا باش خسر اجي غصحه باش يجي هذا كما مش تغص اجي غصحه للدبار باش يجي غصحه كما نسبس من غفيني دير بيوم القيامة من غفيني بالله علي ينزف قلبي قيحا ودما وتبكي العين دما وقيحا بدل الدموع الحالة إغاية وغنيم سر من النهارة والله الذي لا إله غيره حال يندى له الجبين وجسغي غنشت يوها أسغي أكثر فأكثر لكن هذا رضي وغاية وذانا لكن أن تبغى الله تعالى لكن أن نذور سنمش عن الأسر يا الجن سنمش عن الفاميلية يا الجن سنمش عن تمغاري لإتان الطلاق كاتجر وشنس بسبب السحر لأن حسدي تجرح نغو تشمس نغو خاتس نغو عنتس أما سمعنا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يقول ملعون من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده في رواية أبي داود بسند صحيح ليس منا من خبب امرأة على زوجها سمق ليس منا من خبب امرأة على زوجها واني غير السبب افاقها مغاقوا يزمسا يزمغاقنص دي الرواية كان نبي العصب ليس منا واجبوا الزينب ان امسر من وقت قلبوا يمو امسر من وقت قلبوا رحوشين امسر من امسر من وقت جنبوا الوصر امسر من دي الرواية نظرين للنبي صلى الله عليه وسلم ملعون سمق ملعون ملعون مطرود من رحمة الله مطرود من رحمة الله نعم أحبتي في الله هذا كله يحدث والذي تعلمونه أكثر مما أعلم يقرب سبحانه وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون متغرون سلاب بوك إنه يزريع متغرون سلاب بواي السين متغرون سلاب بوك إنه يتويريع متغرون سلاب بواي زرينيا مثل دم سعرني لها متغرون بوك إنه يزرينيا مثل دم بيربحا متغروات نوزريع لاحبة الكرام الأمر أدهى وأمر من الواجد هذا السحر إني يدان وها إيه وظنت هذا من المهم شحار من سحر يتوان درك ابن الميم موت ذك مذران شحار شحار من سحر يتوان درك مذران
بليت واندر ذو قندر أدوز جهنمي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من سحر عذب به صاحبه في الدنيا، وكم من سحر بلغ أذاه إلى الأموات. أيها الأحبة في الله، ما يتغيرش يوني جن السحر شنجشتن، ما يتغيرش تسلك اليوم القيامة، ما يتغيرش صافقا عن قضية الدنيا أتمر وتفوت وينقضي مفعولها بالتقادم. أتعنى شاسر انت فولك يزحد؟ لا، تحس من القرب سبحانه وتعالى. يمكن عما سوتسرين أما سمعت قول الله جل في علاه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إني غير أذن مسلم المؤمنين دي المؤمنات بغير ما اكتسبوا. إني مسكين يمي دستقيد الصحاب مين أميكا يمي تجيب ويسمى ربي قارب غزم غهنس مين أميكا يمي تجيب حنجان 20-30-40 سنة ويمريش مين أميكا يمي فاقل شهر الزوائي زنس مين أميكا يمي إفجيب فمغاني تكتب ورش تزنق في نرح الجامع مين أشيكا يمي تستخارب التجارة النس مين أشيكا يمي تستخارب تدع النس بغير ما اكتسبوا. ولا شيء كوالو رحسن اضرب غض ذو الكرف والعياذ بالله يقرب سبحانه وتعالى. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سميز غفق انتظار بيوم القيامة أثير قسر بهتان أثير قسر جن الإثم يقر صدار بإثما مبينا. وجل الإثم عادي وها إجن المعصية تمقرن تطاس إيش تنزل كبائر والعياذ بالله. ماشي الجواتير التمقرن تتوب ابن صغر كفر، ماشي الجواتير التمقرن تنت النبي صلى الله عليه وسلم إن نقول نغيس أثير أحن غوص حا يتقيد يكفى ونغي أحن غوص الزين واثيتق وثق براب بالصلاة عن يوم. ماشي المعصية يواتير التمقرن تنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح الترغيب والترهيب: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. اسمع أعيد، والشيء إذا تكرر تقرر. في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. لا يدخل الجنة واتير في الجنة. خلاف بين العلماء باش حتى لا يؤخذ الكلام على غير محمله وغير مأخذه. خلاف بين العلماء ذن علماء إنش واتيتير في عماس، ذن علماء إنش وات أتير في مشواتير في شاك ذي مزورة. إما لو يذفك مزورة من يغيره أذير ذي جهنم، يعني لابد ذيك جهنم. جهنما إن النبي صلى الله عليه وسلم تبارشن، جهنما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سغيز كخمس غسيل ربي، جهنما إن ما رفقه يومي جن سحر جن الجن زما غس روح كفوس نشديه مجمار، روح كفوس نش خميت شيرو، روح كفوس نش ديبو تاجل، روح كفوس نش أخ حبوس نش شعر مارد زما غس. بالله عليك ممش غثير يوم القيامة من غثيم الرب يوم القيامة. الأمر خطير، الأمر خطير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سقسنت كما في صحيح البخاري: إن سقيجنت مغار يا رسول الله امرأة تقوم الليلة وتصوم النهار وتتصدق سجل تبد سواس زوم الخيام السنش حتى تقدر خيا يا رسول الله، ولكنها تؤذي جيرانها، ولكنها تؤذي جيرانها. قد أذى الجيران نص مش منزي بلسانها، منزي تأذى الجيران نص، منزي تأذى يمسر من أذى تنسير سنس سند من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الأدب المفرد بسند صحيح وهو أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. سمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تحس مليح: يا رسول الله إن فلانة تقوم الليلة وتصوم النهار وتفعل وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. تأذى الجيران سيسن
ينس النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من اهل النار. وانا يسبوح يا انت تسحب جهنم من تكا تآذى يمسر من سير سواها من يجنكتا من يجنكتا احبتي في الله. ما هذه السور دي بنادم ني غادي نحضر دي على حياة بنادم السحر. ما السور دايس نتجا الصحابة شوات تيرو. ما السور دايس نتجا الصحابة شوات مدش. ما السور دايس نتجا الصحابة شات الله. ما السور دايس من يهونن من يهونن. ماذا ثاني تتسور دي بنادم ينس النبي هي من اهل النار. يمين غني نخني تجن السحر يوذن. يمين غني نخوني تحني تزغيت حال. ذل مشعوذون من خسغنين بالله عليكم. الأحبة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع. النبي صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر ويسير صغير سجد من إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. أي النسر من سير سنسن وها عضو يود إيمان غمور نسن. ومثل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحابة من الغين الشنهرة من الغين يا معشرة من أسلم بلسانه امسر من النير سحت الله الخير امسر من النير سيني غد جمعك امسر من النسمة ونارد وجمع. ولكن من يجل الإسلام انتلت من يجل الإيمان انتلت يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه أولا واجبينه بشور أسقاق محمد زوالانه أولا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الجنة إخلاق نسميت انتبق هذا الكلام لغلا يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه مين يا رسول الله من ذوالا تحس منينا. قال لا تؤذوا المسلمين أو تأذى في مسلمين وتعذب في مسلمين وتكافس في بسرمن والديع في مسرمن دي الحياة مثل دار زقنصن تسحنصن. لا تعذوا المسلمين والإذاية كما قال أهل العلم سواء كانت الإذاية بالفعل أو بالترك أو بالقول وقت أذى سيرس وقت أذى سفوس وقت أذى ستتوين وقت أذى سومن وقت أذى ستريز وقت أذى الصحوة وقت أذى الشعوذة وقت أذى سرخور وقت أذى رسيج النحش. لا تؤذوا المسلمين زيد يا رسول الله ولا تعيرهم ولا تعيرهم وتنتزوى مني يا رسول الله تحس مني قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا عوراتهم واتبعوا العورات وما شمسن واتبعوا العورات من سممهم سرمين ما يمي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتبع عورة أخيه واني غيت بعلو مثل الحياة النس تتبع الله عورته أهل الفرب سبحانه وتعالى وزيس ياخر ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله واني غيت بع الله عز وجل أهل فضح أهل فضح وخذي روس نتده النس. أحبتي في الله مستعدين أن توضح ردي الدنيا وردي الآخرة وردي غردي الجند عقل أبين واحد مرة قال أعوذ بالله يوم لا نعوذ بالله أن بعدي مسلمين أن بعد المؤمنين أن بعد ينقى لا إله إلا الله محمد رسول الله بل أن بعد يكون مخلوق يخلق ربي سبحانه وتعالى وأنتي وضبو الشر وأنتي وضبو الإذاية. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفاء. وبعد أيها الأحبة في الله أقول لك يا كل من سحرت مسلما يونيكين غيثنيكين شان سحر شان يجن أقول لك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه والحديث عند الترمذي بسند صحيح عبد الله بن عمر يخزاب الكعبة يخزاب الكعبة ثم إن ما أعظمك وما أعظم حرمتك إن نسي العظم لم يكشسي ربي يشحن الشن لم يكشسي ربي يشحث عريض غسي ربي الحرمة النم يشحث ساح ونتغين تهكن الحرمة النم الكعبة ساح ونتغين تهكن شن المعصية
قساحو اللي بغا يكشن البدعة، قساحو اللي مش مغيوض نسشن حاشت واحد حريق، قساح غسي ذا ربيع. ثم إن عبد الله بن عمر: والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. إن استوارد مارا الحظم يذن مش سيدة ربيع، توارد الشان النمي وحر غسي ذا ربيع، توارد بناد مش مغيوض نسشن الشر لقيت من نسحي وحر غسي ذا ربيع. أمسلم المؤمن الحرمة نسكتا. الله أكبر الله أكبر. بالله عليك وبالله عليك، ما تزم ماذا تكسير تصحات حتى تقدر الكعبة، ما تزم ماذا تكسير تصحات حتى تتزقن الكعبة، ما تزم ماذا تحتقد السحر في كنف الكعبة ولذي الجوات زمها. فما بالك وما بالك هيا مسلم الحرمة نستغرق سيدة ربك تازي الكعبة، الشن نسيو عرق سيدة ربك تازي الكعبة، ما نغير داي شن السحر شن الشعوذة العذاب النم ذي العيث من من يغنش يوم القيامة كتاز بني غيت نشن حشت الكعبة. أيها الأحبة في الله، الأمر خطير، إقراري نشن الجن من المذيتوم أذيتوم الله تعالى وهنن الزوم ذو ورد توم ما شقت توبة يخصت لابد الشروط توه قد توبة خمتيري تعلق السيدة ربي، خمتيري المعصية تعلق السيدة ربي. اندم الندم والإقلاع وعدم الرجوع ثلاثة من المري اندم أبي بعد ذيس بدل فرين الهنة ويدك الحماس أبي روي السيدة ربي خسيع. ولكن قال قضية شوية قصحة دومتين، قال قضية خمت تعلق سجارة السيدة ربي في هوان. قال سفيان الثوري رحمه الله: إن لقيت الله بسبعين ذنبا فيما بينك وبين الله أهون عليه من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين الناس. سفيان الثوري نجم المريم مرقاك سيدة ربي، سبعين الذنوب سبعين المعاصي، ولكن جهزت سيدة ربي سهون مريم مرقاك سيدة ربي نجم ذنبه بنادم جارس دوما سمسل. سفيان الثوري لنا سبعين الشلاشين قطاع الشلاشين ما رحمات تموات كبر سن محاسي ما رواز جبران يجي الشباب يهموات ذي من يخلق سيدة ربي انتموات إلا كي تيس المعصية. ولكن جارس سيدة ربي جارس سيدة ربي تهون غاكشان الدليل من تقارس محمد. نعم اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى، والحديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وأخرجه الترمذي بسند صحيح. قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ما ريضت ذنوب النش أرجنا، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ومن قراب الأرض أي ما تركت شبرا إلا عصيت الله فيه، ثم لقيتني ثم قيل كذيا لا تشرك بي شيئا، وكذيه قيلب الشرك وهروح البغي مرابغن وهروح البغي الزلن وهروح البغي صحان وهروح البغي غترقوة وهقيلب الشرك الذي يخرج من الإسلام. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنشتن المعاصي أنشتن الذنوب يتغفويذ أنشتن رب سبحانه وتعالى كم مرقير سوى نشتن الحسنات سوى نشتن المغفرة. مشق القضية خطيرة، القضية ليس حقوق العباد، القضية ليس ديوان المظالم، القضية ديوان صعب لا يتجاوزه الله عز وجل حتى يقضي فيه بالحق وليس بالعدل، لأن الحق أكثر من العدل. يقصح من الأخوتي رجال سيدة ربي هون أسيني سيدة ربي الصحة وضحك في الدنيا حك عفور نهار. ولكن إحنا غيري هالقضية ليس بنادم يقيم 30-40 سنة ويسمى ذي مش هالقضية ليس نحن جاد 60 سنة تموت وتمري، هالقضية ليس بنادم يختل عقليا بسبب السحر، قال قضية أرزاق وأسر الوشو متواجن، قال قضية مغاث الله، قال قضية بنادم يقعس ويقعس ويقعس.
لقد تجير تزمير تحجير أخاف أن لا ينفعك شيء يوني تكن السحر يوني تكن السحر شيء من الجد أقوله واش ينفع يوم القيامة رديش نحجز العمل مثلك أقول لك أخاف أن لا تنفعك صلاتك ولا ينفعك حجك ولا ينفعك صيامك ولا زكاتك ولا ينفعك عمل من أعمالك أولو ثيرنا ورن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس في رواية من المفلس النبي صلى الله عليه وسلم يتسقس الصحابة ما تسلموا نستزين ستيرت ما تسلموا مقاني مسيزير شكون اللي داير الفايد بالصح إنما الصحابة رضوان الله عليهم المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع والنستزين غير نشتروا نخسر التجارة والنوم يحاخر الدار تديروا حسق الشمارة والنوم واي قمرة الفرانك واسق قمرة ديش منحاج لو من قانش نستزين الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا والنستزين دي التجارة كان يمسر من المول انجارة سنة بسخرف الاسماء والنوم يحاخر الدار كان يمسر من كيسمعه والناس بين تعرف سخرف النقش والنوم يوقع شيء محل دي المسائل الدنيا هذه يبي يمسر من اي دماس وتجيرهم من اشياء يو يستزين ستيرت يا رسول الله يو يستزين شكون هذا اللي داير الفايد بالصح يقارن النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه والنسيزين ستيرت زي الامين وقع النبي صلى الله عليه وسلم ونلغيسن يوم القيامه بصلاته وصيامه وزكاته يوسف يويد الصلاة يويد الزمير يويد الزكاة يويد انت يعني قبريت انت زي السيدات بي يعني تغاي يكيه انت الاخلص يكيه انت لله مقبولين مقبولين واجي حتى انت شكمي قبريت السيدات بي ملا لأنه مقبولين إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يويد انت أكيد موجودي ذي الاخلص ذي القبول سنين يقبريت انت زي السيدات بي ولكن من دي يويد الجهة مرمية ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا أدياس يسيور دي فران يكوى فران يكتى فران يوي سكران سفران يوي الواثم السماس الشيء ما وسم بوضحانات الشيء ما وسم بوفريتيريا الشيء يقرح يو جيران يكتى وين أمو يوم أخوين أمو كتين يروح يكشك يا غوين أموري سيدي دي الحبس يقع شهادة طبية زورا وبهتانا يسيد بن أذمي الحبس زيد يقع الصحاي وين يجاوين وين مريش يجاوين واخوريو يجاوين نعم كل شيء بن صداد ولكن لكل شيء سبب انتيتو هذا السبب من سرينا مرة من سيوق عني ويا رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم فيقعد أريق مسين صداد برجاء رجاء فيقتص هذا سدسني وذان هذا سمار إني دي السور مار إني كيم منه إنو ميو وش الفرانك إنو ميو وش وش بانت مات إنو متوغا إتكسحوا إنو متوغا إتكريت الزغيك الزامن إني السور غا المحكمة زورن وبهتامن إني ما مدسن فيقتص هذا ويقتص هذا ويقتص هذا من حسناته يا ربي شامين يجيك سير حسنات يا ربي شامين يجيك سير حسنات يا ربي شامين يجيك سير حسنات فإن فنيت حسناته خمير أقرأت الحسنات قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا قرأت الحسنات مش مازال على قوى كيرتي قصحي الجنوها قوى تيوير واحني الجنوها قوى تيسي وركي الجنوها الحسنات قران صرني في حمار افاخيت الحيث اني روح مار الزكا اني روح مار يزم مني روح مار الخيام اني جمار الحسنات اني مار قبرين تسلسل روح انت مار يمني قيم قيمني وذن حد تاسم اتكاث اني موثر واحد مريش يا سيدا بقى انت هذا يجين صحا انا مقيم موثر مبرمى مرشد اذي كان مثل القليد مغاه يا سيدا بقى انت هذا يجين صحا أنا من يدفع ختم غاهين وش تبغى عز خف عز خس هذيك كانوا مياك جروش يا سيدار بنتا هذيك كانوا مش بتجي نتا هو غصب الحسنات قبان
شري بلادك سيدي ربي زي المعاصي نسن هذيك سيدي المعاصي نسن خاص يكون تخوى حلوه هذيك سيدي المعاصي نسن خاص يكون تخوى حلوه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه يخمي غير قرص المعاصي العمل نسي روح مرة يكسيد على الذنوب من المغنية هذه ذكر من صغير عن فطرحت عليه ثم طرح في النار شر من باب جهنم والعياذ بالله بالله عليكم ويزمان المشهد ونتاء ويزمان الدبدية ونتاء ويزمان عد إلى الله قبل فوات الأوان عد إلى الله قبل أن يأتيك ملك الموت ذور غسي ربي يا مروني كنش أصحى أذور صراحك لأنه مذكر روح كسيدي سند ما نيجا روح كسيدي روح كسيدي قوي بسقاقك كيف أشقع روح كسيدي أبدل ذلك السحر استغفر الله تعالى استغفر كتار الدعاء منه مذكر روح روح روني نسجنيني كس من نسجرني شيخ من نسجرني توبغى الله تعالى صراح أكذنه مثكي صراح كتصير ربي قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله قبل أن يسج منها والله ثم والله ثم والله ثلاثة أيمان لا أحنث فيهن يا حمث دم يوم القيامة والله حمث دم يوم القيامة خكور حشر كيت والله حمث دم خكور غنكة ما تروش والله حما تندم ذكور تبقى خاص زيت والله حما تندم ذكور حاجة تندرد والله حما تندم ذكور ساعة تكيل سواء تمره نيكين نهبك الزنة بس يكيل نهتني تيوين غوك الزنة الأحبة الكرام الأمر شد خطير وهول يوم القيامة عصير نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا اللهم يا رب مرني كن سحري شنج جناري في الغوبري يا ربني كن سحري شنج تنت شنج جناري في الغوبري ذي تو أبي سرح ذي عدل من ذي كما روجي أم قوات فشت وبنس يوم القيامة وخيت الله تعالى تغيم حقوق المظالم تغيم رد المظالم إلى أهلها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول ويا خير معمول أمير المؤمنين ملك محمد السادس اللهم أرِه الحق حقا وارزقه اتباعه وأرِه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد اللهم اجعله رحمة اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبلا وسخة على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا وانزعها اللهم من شرارنا اللهم من ولي أمرا في هذه البلاد يا رب ما رنوا من كشد الكواسي ذي ثمات النار اللهم استعملنا وإياه في طاعتك اللهم استعملنا وإياه في طاعتك اللهم اجعلنا وإياه مفاتيح للخير مغالق للشر اللهم يا رب اجعلنا وإياهم ممن ينفعون البلاد والعباد ولا تجعلنا ممن يضرون البلاد والعباد اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من الفتن كلها ظاهرها وباطنها اللهم سلمنا وغنمنا وأمننا في ديننا وعقيدتنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم اهد كل عاصم من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم اهد كل ضال من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم عاف كل مبتلى اللهم اقض الدين عن كل مدين اللهم يا ربي اشف كل مسحور اللهم اشف كل مسحور اللهم اشف كل مسحور اللهم اشف كل مسحور اللهم وفقه للمعالجة من سحره اللهم يا رب سدده اللهم سدده وألهمه مراشد أموره يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين الأحبة الكرام قبل أن أغادر مكاني هذا سنين تمسرين بعد صلاة الجمعة
غانا صلاة الجنازة إن شاء الله تعالى، ثم تيوشى إن شاء الله تعالى لقائي بكم بعد صلاة المغربين العشاءين مقينك يوم تيوشى إن شاء الله تعالى. أوان الصلاة فلا تنسوا درس الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله الحليم الكريم أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتنا ولي ذلك ومولا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.